السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسبب زيادة إصابات كورونا، رئيس الوزراء يكشف إجراءات الحكومة في سوهاج. لكم معانا لما نشوف الخبر، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلحه كل جديد. رأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأربعاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وعقب الاجتماع عقد رئيس الوزراء مؤتمر صحفي لتوضيح بعض النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وتحدث عن المتابعة اليومية على مدار الساعة لموقف توافر الأكسجين والمستلزمات الطبية الأخرى في جميع المستشفيات بكل محافظات الجمهورية. وأشار مدبولي إلى التدخل الفوري من جانب الحكومة لمعالجة الوضع الذي طرأ في محافظة سوهاج بسبب تعرضها لضغط شديد على أجهزة التنفس الصناعي وأسرة الرعاية المركزة على مدار عدة أيام، حيث قامت الجهات المعنية بتغطية هذا النقص وإضافة عدد من الأسرة حتى استطعنا تلبية الاحتياجات المطلوبة بشكل سريع. شفاهم الله وعافاهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.